امي دي من يعني مش عايز اقول ان هي الاول في الاخر بفضل بعد ربنا في اللي احنا فيه دلوقتي. تعبت معانا قوي، شقيت معانا قوي، يمكن كنا بنصحى من عز الفجر من الساعه 6 ولا 7 الصبح عشان ننزل نلف على الانديه، علشان هي كانت مؤمنه ان احنا عندنا الموهبه وان احنا عندنا حاجه ممكن نعملها. فاحنا طبعا يعني الواحد بالنسبه له الفقدان اللي حصل من سنتين، الموضوع بالنسبه لنا لسه مؤثر فينا وهيفضل مؤثر فينا على طول. تعبت الحمد لله واشتغلت على نفسي اكتر من قبل كده، فالحمد لله على الـ على الـ على الواحد وصل له. يمكن انا اشتغلت على نفسي وكان معايا مدرب حراس محترم جدا ساعدني كتير قوي ان انا اوصل للحته اللي انا فيها دي دلوقتي، كابسات سوركي، من مدربين محترمين جدا في مصر، بيأهلك كويس، بيتعامل معاك نفسيا كويس ومعنويا كويس، يمكن فرق معايا جدا طبعا. فدي حاجه ساعدتني جدا ان انا في المستوى ده، والحمد لله انا تحت امر نادي طلاع الجيش في اي وقت من الاوقات. وعمري ما همشي من نادي طلاع الجيش غير لما النادي يبقى مستفيد، لان خيره عليا في الاول وفي الاخر. انا 13 سنه في النادي، كل اللي انا فيه الحمد لله والشكر لله ده من فضل نادي الجيش. فمتفقين على كده ان احنا يوم ما هيحصل انفصال هيحصل انفصال بالتراضي، النادي يبقى راضي وانا ابقى راضي، والنادي يستفيد طبعا لازم يستفيد، وانا في نفس الوقت هستفيد باذن الله. لعيب الكوره دايما اللي بيبقى عايز يوصل في حته كويسه ويعمل لنفسه حاجه ويبقى عنده سي في محترم، بيتمنى طبعا انه يبقى موجود في الانديه اللي هي الجماهيريه، اللي هي بتنافس على بطولات، اللي هي بيبقى عندها نوع من انواع الضغط الجماهيري، وان هي مطالبه دايما ان هي تاخد بطوله ومطالبه دايما على مكسب. فيمكن ده هدف طبعا انا بحاول اوصل له، ان انا ابقى في حته من الحتت دي، لان انا عندي طموح برضو ان انا اعمل حاجه لنفسي كويسه تبقى تتحسب لي، ابقى موجود في حته كويسه برضو في ضمن اللعيبه اللي موجوده في مصر. فاتمنى ان شاء الله ان يبقى في خطوه كويسه باذن الله ليا باذن الله الفتره الجايه، ان انا اروح منتخب من فرقه بعيده عن اهلي وزمالك. يمكن دي برضو تحسب لجهاز المنتخب كله، ان ما شفناش قبل كده ان الناس بتبص على انديه الدوري كلها. يمكن عهدنا اجهزه فنيه اجنبيه كتير كانت بتيجي بتبص على اهلي زمالك، دلوقتي بقى بيراميدز كانت بتبص على اهلي زمالك اسماعيلي، الفرق اللي هي في المقدمه ما بلاقيش حد ما بيروح من الفرق اللي بتنافس في نص الجدول، مع ان بيبقى فيه لعيبه كويسه وفي لعيبه عامله اداء كويس جدا ومحترم جدا، وناس كتير بتطالب ان هي تروح منتخب في الاعلام وفي السوشيال ميديا، لكن ما كانش في حد بيستجيب. عندنا ماتشين مهمين جدا، ماتش توجو عندنا وتوجو بره، يمكن الماتشين دول لو ربنا كرم فيهم بستة بونت، او مثلا لا قدر الله حصل اي حاجه باربعه بونت تكسب هنا وتعادل بره، اعتقد ان الدنيا هتتظبط اكتر، وان شاء الله قادرين باذن الله المنتخب ان هو يعمل حاجه كويسه. وطبعا يعني هو ده بديل عن ان احنا نصعد ان شاء الله بطوله افريقيا، ان ده طبيعي يعني. انا الحمد لله يمكن انا اتحسب علينا 4 ضربات جزاء في الدوري، الحمد لله صديت 3 منهم في الدوري، يمكن مش بيراميدز بس، الحمد لله انا صديت قدام نادي الزمالك، صديت قدام نادي الاهلي، فالحمد لله الواحد يعني بيشتغل على الحته دي وبيجتهد، لان في الاول في الاخر ضربات الجزاء توفيق، بس في حاجات احنا ممكن نشتغل عليها، بتحاول على قد ما تقدر ان انت تشتت اللعيب اللي داخل الشوط. بالنسبه لعبد الله السعيد، طبعا عبد الله السعيد قيمه كبيره جدا، بيبقى الواحد مركز معاه طبعا، بتفرج قبل الماتشات على عليه، يمكن احسن لعيب موجود في مصر دلوقتي، يعني هو في حته وباقي اللعيبه كلها في حته، فانت طبيعي بتبقى مركز معاه. فيمكن الحمد لله كان قبل ماتش بيراميدز، احنا وبيراميدز كان بيلعب طنطا في شدر بتنج جزاء، يمكن انا اتفرجت عليهم وركزت في شويه حاجات كده، يمكن ربنا وفقني برضو ان الواحد خد القرار الصح في ماتش بيراميدز، فالحمد لله على دي نعمه، وربنا يكرم يا رب ان شاء الله وتفضل مستمره.